1500 حالة استقبلتها وحدة مختبر أمراض النوم في مستشفى زين منذ انطلاق عملها في عام 2014 لغاية نهاية العام المنصرم، وأغلب الحالات يشتكون من الأرق والنعاس أثناء فترة النهار وانقطاع التنفس أثناء النوم، إضافة إلى حركة متلازمة الرجلين. حالات الأرق تكون معظمها يعني أرق أساسي، تكون سببها بالدرجة الأولى غير معروف، ولكن تكون عرض للحادثة للمريض في وقت من الأوقات وطلت معه حالة الأرق مستمرة. حالات مثلا توقف النفس أثناء النوم تختلف من زيادة في الوزن إلى تضخم في الوزتين أو اللحمية. بالنسبة لحركة متلازمة الرجلين فتكون عادة متعلقة في بعض الأمراض مثل نقص الحديد بالتحديد، بعض المرضى اللي عندهم مثلا سكر أو يحول المريض الذي يعاني من الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى وحدة مختبر أمراض النوم للقيام بتشخيصه داخل الغرفة لفحص وتسجيل تخطيط النوم الذي يستغرق 8 ساعات متواصلة. ضروري اللي احنا بالوايرات اللي احنا حاطينها والوايرات والوصلات، ضروري معرفة مراحل النوم المريض اللي مر فيها، حركة القدمين، حركة الجسم، معدل التنفس، ضربات القلب. ضروري هذه عشان لما تطلع النتيجة تهم بالنسبة حق الدكتور عشان يشخص إذا هو يحتاج عملية جراحية أو الإجراء الثاني إذا هي كانت شديدة المرحلة للمريض باختناقات تنفسية شديدة، يحتاج هنا المريض لعلاج التنفس الضغط الهواء المستمر. نتائج إيجابية تلمسها المرضى المصابين باضطرابات النوم بعد خضوعهم لجلسات متكررة. كان الوالدة عندها مشاكل تنفس أثناء النوم، خذينا دراسة حق النوم وتم فحصها بشكل صحيح وإعطائها جميع احتياجاتها، والحمد لله استجابتها صارت أحسن، أكسجينها صار أحسن، تنفسها صار أحسن. عدم علاج انقطاع التنفس أثناء النوم يسبب مخاطر صحية على المدى القريب والبعيد إذا لم يتم علاجه، كالسكتة الدماغية والنوبة القلبية والسكري وحوادث الطرق وارتفاع ضغط الدم. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.